السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عود على بدء في السيرة والمسيرة. في المرة اللي فاتت اتكلمت كيف نحن كممثلين ومطربين نقلنا الفن من العاصمة إلى أقاليم ومدن السودان المختلفة. المرة دي هتكلم كيف خرجنا بالفن السوداني من داخل القطر إلى الأقطار الأخرى. والقصة تستاهل نتوقف عندها شوية، لأنه نحن في سنة 1963 ألفنا فرقة شعلة إفريقيا للرقص الشعبي، بعدين اختاروني أنا مخرج للفرقة، كمال عبد الماجد بشارة وعبد بشارة ومحمد الفيتوري، ديل الناس اللي كانوا لهم صلة بالفرقة، ثم أضيف آسيا عبد الماجد، ثم أضيف الفنان عبد الرحمن بلاص، اثنين من أبناء الجنوب أميلو لوهايد وسمبليسيو أتاري وآخرين. كنا بنكون المجلس، أنا كنت مسؤول من إخراج الفرقة. هي الفرقة ذاتها تكونت ليه؟ لأنه جاء واحد أمريكاني قال إنه عايز يودينا الولايات المتحدة الأمريكية، يعمل لنا رحلة هناك في جميع الولايات، وإنه عايزنا نجهز الرقص الشعبي السوداني عشان نروح أمريكا نعرض هناك. طبعا انبسطنا جدا، أدانا دولارات، الدولار كان بـ30 قرش، يعني لما يديك 1000 دولار يعني أداك 300 جنيه، فالمسألة كانت كده. المهم ابتدينا نشتغل في الفرقة، جهزنا برنامج من جزئين، كل جزء 15 رقصة. وبعدين جه هو قعد معانا اتفرج على الرئيس، انبسط منه واقترح ان نعمل ازياء، ودفع علينا قروش الازياء، ففصلنا ازياء للفرقه للراقصين والراقصات. بعد ما حولنا الرئيس من رئيس حلقه الى رئيس مفتوح، يعني عملناه رئيس مسرح وكده. وبعدين مشى جهز مساحه في الغابه بتاعت الخرطوم، مساحه هائله جدا جهزها وعدها ومهدها وعمل شيء في مسرح. شلنا النجارات والدفوف والطبول بتاعتنا وشلنا الازياء بتاعتنا ومشينا صورنا له الـ30 رقصة. صورها في فيلم او فيديو حسب ما اراد، وبعدين سافر. فجاء محمد الفيتوري قال اسمعوا، انتم مفتكرين انكم حتسافروا امريكا؟ ناروا طبعا، قال لا لا لا، ما في سفر لامريكا، الاخ الامريكاني ده هو عايز يسجل الايقاعات والرقصات الشعبيه، وبعد كده هو بيمشي يستغل هناك بطريقته، يبيع قطاعي، يبيع جمله، يتفق مع التلفزيونات، لكن هو ما له دخل بالعرض المسرحي. على اي حال اداكم 1000 دولار، اداكم 10000 دولار، خلاص انتوا كده الموضوع بتاعكم انتهى. وفعلا قعدنا شهر شهرين انه يجينا جواب او يجينا اخباريه منه باننا مسافرين ولا مسافرين. وسالنا كمال عبد المجيد بشاره، يا استاذ كمال الزول ده وين؟ قال والله انقطعت اخباره مننا، شال افلامه ومشى، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين قام كمال قال نحن الجهد اللي عملناه ده ما يضيع، نمشي نعمل عروض في افريقيا. في الاول فكرنا نمشي مصر، قال لا احسن لنا في الاول نمشي اثيوبيا، اثيوبيا ممكن يكون عندنا فيها جمهور اكبر للرقص السوداني. فقررنا نروح نعرض في اديس ابابا. الكلام ده بالضبط بعد سنتين، يعني كان سنه 66. اتذكر 66 ليه؟ لانه كان وزير الاعلام الله يرحمه القاضي عبد الرحمن النور، وده كان في حكومة السيد الصادق المهدي اللي تكونت سنة 66، فذكرنا لأنه هو دعمنا عشان نسافر.
يعني قدام لنا وتسجل ما عندهم جوازات، عملوا لهم جوازات بسرعه وكده. فسافرنا عملنا العرض الاولاني في هيلي سلاسي سياتر، او زي ما بيقولوا الاحباش هيلي سلاسي سياتر، يعني مسرح الامبراطور هيلي سلاسي، مسرح ضخم جدا وفاخر. عملنا العرض هناك وكان عرض رائع جدا، وده عمل دخل كويس، والاثيوبيين استقبلونا استقبال هايل، والاعجاب كان شديد جدا. بعدين مشينا، بعد كده مشينا عملنا عرض في مدينة اسمها درداوة، برضو لقت إقبال شديد جدا جدا جدا. ناس درداوة قالوا كمان نمشي نعمل عرض في نزاريت، مدينة صناعية. فمشينا من درداوة عملنا عرض في نزاريت. بعدين في نزاريت دي لقينا شيء غريب شوية، لقينا صفوف طويلة واقفة لناس افتكرناهم ديل بيشتروا التذاكر بتاع العرض بتاعنا، لكن اكتشفنا انه مناس الصفوف الطويله دي بتشتري اسطوانه بتاعت حسن عطيه. يا قمر يغني ويد في جمال الغيد، حنين يا في عنيد، حنين يا في عنيد. الاسطوانه دي نحنا الليله دي في نزاريت تسمعها من كل كافيتيريا، تسمعها من كل مكان، البلد دي كلها تغني يا قمر يغني وعيد، عيد في جمال الغيد. قالوا اللي اشترى الاغنيه دي من حسن عطيه بنى بها عماره في اديس ابابا، رغم انه هذا حسن عطيه 100 بر، 100 بر دي اظنها في الزمن ذاك البر ب 14 قرش حاجه كده. المهم بعدين الحفله نجحت نجاح كبير جدا جدا. بعدين جاء واحد قال لنا تمشوا معي هرر، ومشينا هرر دي مدينة تاريخية برضو، عملنا فيها الحفلة الثالثة. ومن هرر جينا عملنا الحفلة الرابعة في أسمر عاصمة أريتريا، ما كانت انفصلت في الزمن ذاك، في مسرح كبير جدا جدا، شارع اسمه شارع عظيم، شارع موسلين ولا حاجة. عملنا الحفلة هناك كمان، الأريتريين دي كان إقبالهم شديد جدا وإعجابهم شديد وأعجبوا بالرقصات. وتاني يوم نحن اكتشفنا انه بعض الرقصات اللي رقصناها حفظوها وبيرقصوها. دي كانت شعلة افريقيا اللي كانت مرشحة تمشي امريكا، فذهبنا بها الى اثيوبيا واريتريا. وبعد ذلك الله يرحم محمد احمد محجوب لما جاءت فرقة رضا للفنون الشعبية عمل لنا تكريم، قال تعالوا اعرضوا لهم الرقص بتاعنا. فعرضناه في المسرح القومي، وحرض حضر محمود رضا والفرقه بتاعته كلها، فرقه رضا اللي في مشهد حرضوها، حتى اخذوا مننا رقصه العروسه سموها رقصه الحمامه، وكانت معموله على اغنيه بتاع صالح الضي. اوعك تخلف الميعاد وانت عارف شوقي كم، أو عزو ود البعاد وزد لي الألم، بستناك وقلبي خاضع في لحظات العشم. وكانت بترقصها بيت من غرب السودان اسمها حليمة، حليمة داود، كانت إنسانة رائعة جدا. المهم الرقصة دي انتقلت بعد كده لفرقة رضا للفنون الشعبية سموها رقصة الحمام، أنا شفتها عرضوها في المسرح في البلون. ومش صالح حضي الله يرحمه قال لهم الأغنية حقتي، اتفقوا معاه وأدوه حقه كملحن وكصاحب أغنية. دي كانت قصتنا مع شعلة إفريقيا التي لم تذهب إلى أمريكا. بعد كده كانت رحلة مهمة جدا إلى إنجمينا. إنجمينا كانوا عاملين مسابقة لأغنيات الجيش، يعني الأغنيات الحماسية اللي اتعملت للقوات المسلحة الشادية، واختاروني أنا وزميلنا الإعلامي بابكر صديق الله يطرحه بالخير في لجنة التحكيم. وبابكر مشكورا رشحني أنا رئيسا للجنة، ومعانا اثنين من أخواننا التشاديين. وبعدين يوم العرض جاء وزير الدفاع وجوا كبار الضباط، حتى اتذكر
وزير الدفاع جه قال لي واحد من الحضور قال لي السيد الوزير داير يتصور معاك. فقلت له جدا. فوقفت اتصورت معاه واخدنا صوره وكده. وبعدين اكتشفت في تلك الرحله كان برنامج اغاني واغاني اعمل له 4 5 مواسم. اكتشفت انه البلد كلها بتغني اغاني واغاني. الاغاني السودانيه اول حاجه مالي البلد. يعني في اي قهوه تفتحها اي تلفزيون فاتح تلقى فيه غنى سوداني. في محطه اسمها محطه النصر تلفزيونيه طوالي بيذيع الاغاني السودانيه. بتاع محطه النصر ده عزمنا انا وبابكر عملنا حفله. اول ما شفت قعدت قال لي اسمع الجمهور ده كله عايز يجي يسمع الضحكه بتاعتك. اضحك اضحك لهم قال اضحك تاني انا اضحك وما يضحكوا ما في كلام. المهم حكمنا المسابقه وقضينا ايام في انجمينا احتفلوا بينا على مستويات مختلفه اتذكر. واكتشفنا انه الغناء كانك في اندرمان يعني انت في انجمينا تحوم كانك في اندرمان تسمع الغناء في اي لحظه السوداني. بعدين حتى المسابقه بتاعت الجيش اللي عملوها دي معظم الالحان كانت مقتبسه من محمد وردي. يعني صحيح الكلام مغير لكن اللحن تلقاه لحن محمد وردي. يعني الليله يا سمره تلقاه معموله اغنيه للجيش مثلا. بنحن من بلدنا ما بر البر تلقاه معموله اغنيه الجيش مثلا معموله يا نور العين تلقاه معموله اغنيه الجيش الى اخره. ومع ذلك في ناس مبدعين عملوا اغنيات متميزه فوزناهم واحتفلنا معاهم بذلك اليوم الجميل في انجمينا. كانت مدينه جميله وكان استقبال الفن السوداني فيها جميل. بعد كده كانت رحله الى ابو ظبي. طبعا في ابو ظبي كان عدد السودانيين اكثر من اخواننا الاماراتيه لكن برضو الاماراتيه كانوا موجودين وكان لهم مشاركات وكان لهم مطالبات ولهم اغنيات يستمعوا اليها. ثم بعد ذلك ذهبنا الى الدوحه في قطر ودي كانت بدعوه من ابناء كردفان مشكورين. برضو معظم السودانيين جو ولكن دعوا من اصدقائهم الاماراتي القطريين برضو حضروا. وبرضو التلفزيون القطري اهتم بينا والاذاعه القطريه وعملنا اشياء جميله. وكانت المجموعه المشت هي مجموعه اغاني واغاني يعني مشينا بالاسم نفسه اغاني واغاني قدمناها هناك. كانت شيء مفيد. ثم كانت رحله الى الشارقه ودي عملوها السودانيين في الشارقه مشكورين. حفله تكريم لي انا ولمجموعه اغاني واغاني ودي كانت حفله جميله اشرف عليها واحد من المهتمين بالفنون اسمه الصادق تمام. اتذكره واوجه له التحيه لانه قدم حفله رائعه جدا وشاركوا فيه كثير من نجوم اغاني واغاني. اتذكر منهم مصطفى السني وجمال فرفور واتذكر منهم هدى عربي. دول كلهم كانوا متواجدين في ذلك الوقت فشاركوا معايا في حفله الشارقه وكانت حفله مميزه جدا. برضه نلنا تكريم من امير الشارقه مشكورا في ذلك الوقت. الرحله ليها قصه مهمه جدا فهي الرحله الى لندن. انا لم اتخيل في يوم من الايام طبعا في الوطن العربي في افريقيا عادي جدا فنان سوداني يتجول يمشي هنا وهناك لانه يعني الجمهور موجود. لكن لندن ما فكرت فيها في يوم من الايام اطلاقا. ولكن المصادفه تلعب دورها. كان الله يرحم محمود صالح عثمان صالح ذلك الانسان الرائع. محمود ده هو الذي اسس مركز عبد الكريم مرغني بأم درمان وانفق عليه ويعني اعداه اعداد رائع ودعم ودعم كبير ودعمه بالشخصيات ودعمه بالمال. فمحمود صالح ترجم الوثائق البريطانيه عن السودان قام بترجمتها وانا شاهد على ذلك. كنت امشي له في الشقه بتاعته في مصر الجديده
الجو قاعد خدت الوثائق قدامه وجايب اوراقه بتاعته وقاعد يترجم من الانجليزيه الى العربيه. طلعها في 10 أجزاء، تاريخ وتوثيق للسودان. يعني الليلة لو عايز تاريخ السودان في عهد الحكم البريطاني وما قبل الحكم البريطاني ممكن يرجع إلى الوثائق البريطانية اللي نشرها مركز عبد الكريم مرغني وترجمها الله يرحمه محمود صالح عثمان صالح. محمود صالح عثمان صالح ده احتفالا بهذه المناسبة بعد ما وصلت النسخة الأولى من بيروت قرر أن يحتفل في منزله بتلك المناسبة. مين اللي حضر الاحتفال؟ أتذكر منهم في مقدمتهم الأديب الكبير الطيب صالح عليه رحمة الله، أستاذنا صلاح أحمد محمد صالح، أستاذنا حسن البشر الطيب عليهم رحمة الله، أستاذنا بشير البكري الدبلوماسي، سيد أحمد الحاردلو، من المصريين محمود سالم، وده كان من كبار الإذاعيين المصريين في البي بي سي، وبعدين رجاء النقاش أحد أصدقاء طيف صالح واللي كتب عنه كلام رائع جدا قدمه للعالم العربي، كان من سبب شهرة الطيف صالح في العالم العربي المقالات الكثيرة الكتب عنه رجاء النقاش. بعد الغداء قام صلاح أحمد حرشي قال لي يا أخي محمود سالم ده بحب الغنى السوداني، فبالله يقول لنا أي أغنية. وأنا طبعا صلاح كان جاري في المعادي فبمشي أتونس معه، هو ذاته بغني أنا بغني برضه بس صوته أجل شوية أنا بغني برضه وشيل لي، قال لي غني أغنية. فقمت غنيت أغنية سرور. لي نظر يا صاحي منظر الإنسان طرف نايم صاحي صاحي كن عساني. لي نظر يا صاحي منظر الإنسان طرف نايم صاحي صاحي كن. وفي الضيق بينه النادي والبدور خلاني لطاف ورقة ونفرة الغزلان ما بين نجسها الذي لا الكاسلان يجري الحرير الناعم والفريع علان يجري. أنا قلبي طار من صادري يا صديقي عشان شفت حور الجنة داخل الحيشان شفت العيون الغابيل ما بتعنيش شوفت الجمال الوافر في عظيم تشان يجمل. يا أخي دا جو مكا حلقين عظم الرحمن بكمال جمال الخلقة والشحال إيمان هي في الجمال يوسف والوهيبة كمان تمتاز بديس طاهيل وبيبه رمان يجمين. الله شالوا لي انبسطوا. قام صلاح أحمد قال للطيب صالح يا الطيب صالح وانت طربان كده يا أخي السرقدور ده ما تعزم لنا في لندن يغني الأغنية دي في البلكونة بتاعتك الهايلة دي. قام الطيب صالح قال لي والله أعزمه والله أخليه. المهم قاعد يتحلف وأنا نسيت الموضوع ومشيت. المهم بعد حوالي شهر جه محمود صالح قال لي اسمع
انت ماشي لندن؟ قلت له ماشي لندن يا سويس. وقال لي اسمع، نحن عاملين الاسبوع بتاع مركز عبد الكريم مرغني في جامعه درهم. اول طيف صالح ما سمع الحكايه دي قال لي يا محمود جيب السرجدور يقول اي حاجه في هذا الاسبوع. فقال لي اعمل لك اي حاجه عن الفن السوداني، تعال قولها في هذا الاسبوع. فقلت له جدا، فعملت محاضره او عملت ورقه بعنوان الجذور التراثيه للاغنيه السودانيه. اتكلمت عن كيف ان الاغنيه السودانيه الحديثه دي اساسا جايه من المديح، واخذت نماذج وضربت امثاله، وقعدت برضه في الندوه زي ما غني دلوقتي، اغني اقول الاغنيه وبعدين اقول المدحه الجايه منها، اقول الاغنيه واقول المدحه الجايه منها، اقول الاغنيه واقولها، وهكذا حوالي 6 اغنيات مع 6 مدايح. الندوه كانت هايله جدا، الطيب صالح انبسط منها جدا. قال لي اسمع، اول ما ترجع لندن انا اعمل لك كمان جلسه البلكونه عشان تقول لي الحاجات دي. المهم الاسبوع كان رائع وناجح، وبعدين غنى فيه مصطفى السني معانا برضه كان راجل هايل. وبعدين رجعنا لندن، احتفل بين الطيب صالح، وبعدين اتعقبت القضيه تاني بعد عمليه بتاعت سنه. مشيت برضه، مشيت لندن المره دي كان اسبوع عامله مركز عبد الكريم مرغن الثقافي في كنيسه اسمها كنيسه موسكو. هو لاول مره عرف انه موسكو معناتها المعبد، وانه شارع الموسكي في القاهره ده هو شارع الجامع الاسهر، معناتها سموه كده على اساس انه الجامع الاسهر معبد، شارع الموسكو. شارع الموسكو، موسكو ذات المدينه الروسيه دي اللي هي عاصمه روسيا، موسكو معناتها المعبد. المهم فهمت الكلام ده من الكنيسه بتاعت المعبد، كانت كنيسه كبيره وفيها بتاع. المره دي مشى معايا الاستاذ الكامي، لقيته موجود هناك مدعو برضه، عمل محاضرة هايلة وبعدين غنى، أنا ذاته عملت محاضرة برضه وغنيت. وبعدين عزمونا في ويلز، مشينا كمان لقينا جالية سودانية هايلة جدا في ويلز، مرتبطة جدا وعندها عواطف. ولما غنى الكابلي أتذكر غنى لهم أغنية خليل فرح، ما هو عارف قدم الفاري يا ما حطى ما لسه. المسرح كله الشغل شيالي، كل المسرح بيغني مع 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 عبد الكريم ما هو عارف قدم الفرق لغايه ما خلصت. المره الثالثه كانت برضو، لكن دي كانت مناسبه خاصه، كانت زواج اسامه محمود عثمان صالح الله يرحم محمود. قال لي يا اخي اسامه، قال لي يا عم السير ده لازم يجي يحضر. فمشيت، وبعدين الحفله بيغني فيها ولد من اولاد الدبيبه قريب سيد خليفه اسمه فهد، وواحد تاني نسيت اسمه برضه جا غنى. لكن القاعدين طلبوا برضه انهم اغني، فقمت غنيت لهم غنى الجمل على الغصون، طلبوا اني اغنيها تاني غنيتها، وبعدين في الاخر جو قالوا غنيها تاني. جا محمود صالح قال اسمه غنيها تاني. وبعدين جو الشباب دي وقفوا معي مشاركين، غنيت لهم غنى الجمري على الغصون، ذكرني الدنيا المصون، فريد عصره ما زي يمشي. وبعدين انطلقت قمر مليك متربي الصون، الغصن يا ديري الغصون، ملاك بحجور داخل الحصون، شمس الكون تشبع وبشي، فريد عصره ما زي يمشي. ودي برضه عملوا لي حفله، عمل عبد الرحيم سالم فنان سوداني مقيم هناك، وحضر الصلح وناس برضه قالوا قول لنا غنى الجمل على الغصون. وقلت غنى الجمل على الغصون، وبقت من الاغنيات التي سجلوها في ذلك الزمان ومن ذكريات لندن، ذكريات زواج أسامة محمود عثمان صالح، وأسامة الطيب صالح الله يرحمه، ومحمود صالح الله يرحمه. ناس كثيرين كانوا لهم وجود ولهم في ذاكرة الزمان وفي ذاكرة الكثير.
أشكر الإبن العزيز الأستاذ عمرو لأنه طلب مني، قال لي يتكلم عن شخصيات في حياة السيرجادور. والحقيقة الموضوع يستاهل أزول أتكلم فيه يوم كامل لأنه الشخصيات كثيرة، لكن الموضوع يستحق أن نتكلم فيه شوية. هتكلم أولا عن جدي البركة الشيخ بابكر ابن الشيخ محمد الحافظ. وكلمتكم قبل كده إنه محمد الحافظ ده أحد المشايخ الكبار شيوخ الإسلام في التركية، ثم بايع الإمام المهدي، وكان شيخ صاحب فقه وصاحب علم في المذاهب الأربعة: المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي. وكان مرجع لعلماء عصره وتولى القضاء أيضا قبل المهدية وفي عصر المهدية، وأولاده حاربوا واستشهدوا، ولذلك ترك لنا إرث كبير. هو صحيح ترك لنا أراضي عليه رحمة الله، ويعني أراضي سواقي وجزر وحاجات، لكن أهم ما تركوا لنا كمية ضخمة جدا من الكتب. الكتب دي كانت في ديوان جدي بابكر الله يرحمه البركة. فأنا لما ابتديت أتعلم القراية والكتابة جدي كان مهتم جدا بأنه يديني كتب أقراها، لكن ما أداني كتب الفقه لأنها صعبة علي، فأداني كتب سهلة جدا. مثلا أتذكر أداني مرة كتاب اسمه فتوح اليمن الكبرى الشهير براس الغول. كتابنا دلوقتي ما عارفه ما عارف وين، لكن الكتب مكتوب عليه انه طبع في مطبعه الباب الحلبي، مطبعه قديمه في مصر. الباب يعني من مدينه الباب في حلب في سوريا، الباب الحلبي. وبعدين كتاب تاني اسمه فتوح البهنس الغراء على ايدي الصحابه والشهداء. وبعدين اداني كتاب اسمه بدايع الزهور في وقائع الدهور لابن مماتي. ده كتاب بيحكي قصص وحكايات، بعضها في التاريخ الاسلامي بعضها في التاريخ الانساني. بعدين اداني كتاب اسمه الحيوان للجاحظ، برضو كتاب مهم جدا ورائع. وبعدين في كتب تاني زي سيرة عنتر، ما عارف ايه الهلالية، كتب قصص كده، وأجزاء من ألف ليلة وليلة، وأجزاء من كتاب الأغاني. المهم دخلني في أجواء القراية، أحيانا القراية السهلة وبعدين القراية الصعبة، وكان مؤثر جدا جدا. وبعدين لأنه شاعر أنا برضو متأثر به جدا في ناحية الشعر. بعدين الشخصية الثانية بعد جدي بابكر اللي عايز أتكلم عنها هي شخصية الحاج أحمد قدور عليه رحمة الله. كان شخصية عصرية ومؤثرة جدا، مؤثرة مش في أنا، مؤثرة في المحيط كله. أول حاجة كان مطرب زي عصيب ومادح ذو جماهيرية كبيرة وشعبية. وبعدين أهم حاجة إنه مهتم جدا بما يجري في العصر. يعني أتذكر ونحن صغار كنا نسمع إذاعة لندن دي يوميا الساعة 8 نشرت الأخبار، كان الراديو مخطوط جنبه دائما يسمع نشرة أخبار لندن الساعة 8. وفي ذلك الزمان كانت الدنيا مضطربة وحروب وحاجات، فكان هو يتابع بدقة هذه الإذاعة. يعني نشرة الساعة 8 دي دايما نحن كنا نسمعها. بعدين جاب لنا الفونوغراف في البيت، يعني أول من جاب الراديو أول من جاب الفونوغراف والأسطوانات وكده. بعدين كان عنده الرتينة. الرتينة دي كانت في القرية حاجة غريبة جدا، يعني حاجة لما قدور يقول لي على الرتينة بتاعته الناس يعرفوا انه القرية فيها مناسبة، يا فيها عرس يا فيها جرتق يا فيها ختام بتاع اولاد يا فيها وسبوع يا فيها سماية. يعني اول ما يشوفوا قدور ولا على الرتينة وشلط ربيزتها وماشي في الشارع يعرفوا ان الرتينة دي ماشية وين، يعرفوا ده محل الحفلة.
كان دايما يقول لك امشي ولا رتيمك قدر. بعدين كان مهتم برضو بحاجات عصرية جدا، مثلا يجيب البسكويت الانجليزي يجيبه لنا في البيت، ولأول مرة ونحن صغار نشوف المعلبات بتاعت الفاكهة، فور سلاد دي الفواكه، يعني يجيب المعلبات دي، الكمثرى المعلبة، الثاني ده الأحمر ده اسمه ايه ده، الفراولة، ده كله يجيبه في البيت. يعني نحن ونحن صغار كنا بنتناول أشياء ما موجودة في المنطقة ده وما موجودة في الدامرة ذاته، يعني هو بيجيبها لما يسافر يجيب لنا حاجات بهذه الطريقة. بعدين كان مهتم جدا بأنه يكون عندنا قدرة على معرفة العمل الفني، يعني المديح كان يقول لك أمدح ويعلمك كيف تمدح، يعني لما تمدح عبدا حسنا رجا يا هوي بنبيك التجا، يقول لك لما التجا التجا التجا، قولة تاني عبدا حسن رجا يا هوي بنبيك التجا يا قاصد النجا عمل بما به جا يا ليل 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 نبيك التجا، احكم نفسك واحرجا بالصبر بالنجا، يقول لك غني غني في الحته دي غني هنا بالصبر بالنجا يا هوي لنبيك، ويسمع الاغاني يعلق لك على الغنى. مره هو ما له دخل بها، حسن عطيه كان حب الكاشف وعثمان حسين دي ناسه، لكن مره انا مشيت حضرت العيد معه، قمت من ام درمان شايل معاي جروندينج مسجل القديم ذاك وشريط فيه اغنيات لحسن عطيه واغنيات للكاشف، يعني شريط الدنيا انسى اللي زعل. المهم قام حسن عطيه بغني شايل العود بتاعه بغني في جلسه، لا زال قلبي يبدو في رود جمالك على كل نذار يشدو. ابوي قاعد بعيد قال له تعال تعال بالله غير رجع شريط ده رجعه رجعه، قلت راجعه قال اي رجعه نشوف على دي عمله كيف الاخذه، لا زال قلبي يبدو في رود جمالك على كل زار. قال لي يا اخي الزول ده بيعرف يغني خلي بالك، لكن قال لي بكلام واضح لكن بيعرف يغني. ثاني طول ما انا قاعد لغايه ما رجعت ام درمان كل يوم يجي في المساء يقول اسمع جيب صاحبك بتاع علا خلينا نسمعه. ده كمان برضو دخلني في عملية الأدائيات، يعني يدخل في تعجبه حاجة عند الكاشف يقول لك يا أخي ده عمل حاجة غريبة جدا، الحتة دي عمل حاجة، عثمان ده عمل حاجة كده، عثمان عمل حاجة كده. بعدين كان يحب عثمان حسين جدا، بعدين هو كان مع السيد الصديق مع عارضين عبود في المعارضة، وبعدين عثمان حسين جاي في الإذاعة بغني بطل الثورة يا عبود، قلت له اسمع ده مش المطرب بتاعك اللي عاجبك اهو غني لك لعبود، قام قال لي اسمع هو المطرب ده لما يدخل بيت الحفله بيقول العريس ده شين ولا سامح ولا بغني، قلت له بغني، قال لي طيب يا اخي ده بغني للعريس عبود دلوقتي العريس يغني له، المطرب ده يمشي بيت الحفله ما بقول العريس شين ولا جميل، العريس يغنوا له، ده بغني للعريس يا اخي ما داير تكرمني في زول بتاعي مالك. ده حاج قدور كان شخصية عظيمة جدا مؤثرة فينا كلنا انا واخواني كلنا، يعني مؤثر في عمر قدور، مؤثر في عبد المنعم قدور، مؤثر في محمد احمد، حتى في اخواتي له تأثير بالذات في الناحية الفنية، وما فينا نحن
يعني في ولاد اخته كلهم، يعني هسه محمد عمارة مطرب، احمد حسين كان مطرب موجود، يعني كل اقربانا متاثرين جدا ودخلوا عالم الفن من باب احمد قدور عليه رحمه الله. من الشخصيات الفنيه اللي عايز اتكلم عنها شويه استاذنا عثمان حميده عبد الله، وبيناتنا صله قرابه امه مننا. فعثمان ده يعني له دور، هو عميد الفكاهيين السودانيين، الناس ما بيدوا اللقب ده ظالمينه، يعني بيتجاوزوه لما يتكلموا عن الفكاهه، في ناس يبعدوا وناس جهدهم ربما يكون اوضح منه، لكن هو احد الذين اسسوا العمل الفكاهي في السودان. وهو الغريب عثمان دخل عالم المسرح من باب الميلودراما، كان من عشاق يوسف بيك وهبي. لما جاء يوسف وهبي في عطبرة، الكلام ده في الاربعينات، عثمان حميدة ده مشى دخل له المسرح قال له انا عايز اشتغل معك في الفرقة. قام قال له انت لسه صغير ومحتاج انك تكبر شوية ومحتاج معارف، وانا هنروح مصر، فانت حقه تحاول تعمل شغل هنا، تتدرب على المسرح، وان شاء الله لما تكبر تجينا في مصر تشتغل معنا. لكن المهم عثمان مشى مصر، بدل ما يمشي المسرح مشى الازهر، اشتغل هناك في مشى درس، قعد في الدراسة في الازهر، قعد في الرواق بتاع السيمارية يدرس علوم الدين. لكن بعد شوية من التقلبات بتاعته ساب الدراسة، مشى لما فتحت إذاعة ركن السودان، كان من أوائل المطربين اللي غنوا في إذاعة ركن السودان، ما قدم تمثيليات، فعمل أغنية. أنا لما مشيت القاهرة وراجعت الأغنيات لقيت اسمه مكتوب عنده أغنيات، وسمعت منها الناس الناس اللامونا فاتوا راحوا خلونا، الناس الناس اللامونا فاتوا فاتوا خلونا، تتتم تم 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 تارا تتتتتير. أغنية جميلة. وبعدين غنى أول واحد غنى الغالي تمراس كان قسمه. بعدين لما تأسس ركن السودان بعد الثورة المصرية بتاعت سنة 52، عثمان حميدة كان أحد الذين شاركوا في التأسيس، كان في الوقت ذاك معه من المطربين طبعا سيد خليفة، وبعدين من المذيعين علي شمو وحسن عباس صبحي وآخرين، لكن عثمان دخل من باب المطربين. وأنا أتذكر لما راجعنا الأغاني في ركن السودان بعد ذلك وجدت في واحدة من الصفحات عنده اسم مكتوب المطرب عثمان حميدة، وسمعت له أغنية بيقول فيها الناس اللامونا الناس الناس اللامونا فاتوا راحوا خلونا، الناس الناس اللامونا فاتوا راحوا خلونا. وبعدين أول من غنى الغالي تمراسه كان قسمه ما بتوب يا بلادي زولا سنونا بروه في محكم الزمان يا بلادي. دي مسجلة بصوته وأغنيات أخرى. لكن بعد كده لما رجع السودان في سنة 55 قدم، يعني طلع من الرداء بتاع يوسف وهبي وذهب إلى الفكاهة، فقدم من الإذاعة شخصية تور الجر اللي هي الشخصية الفكاهية، والشخصية دي انتقلت بعد كده من الإذاعة إلى المسرح وإلى السينما، حتى صور منها فيلم مع المرحوم إبراهيم خان اللي هو تور الجر في العيادة، وبعدين صورت معه وأنا تور الجر في المدرسة، دي كلها عملناها صورناها أفلام. وبعدين بقى تور الجر لغاية ما جات سنة 60 بقى أشهر الشخصيات الفكاهية، وكثير من الشخصيات اللي ظهرت بعد كده كانت تقليد لأسلوب تور الجر اللي هي الكوميديا القايمة على الشخصية، الكوميديا اللي الضحك بيجي منها إنه الشخصية هي المضحكة بغض النظر عن المواقف. كثيرين بعد كده يستنسخوها هذه الشخصية
وبجد من أساليب الفكاهة السودانية. وما دمنا نتكلم على الشخصيات في المسرح لابد أن أذكر أستاذنا خالد عبد الرحمن أبو الروس. أول من أتاح لنا فرصة إننا نطلع المسرح نمثل، وبعدين كان حريص جدا إنه يوريك القواعد بتاعة التمثيل بتاعة العمل المسرحي، كيف تحفظ، كيف ما تقاطع زميلك، كيف ما تد ظهرك للجمهور، الأوليات بتاعة العمل المسرحي. كان يقول ليك، يقول لك ما تعمل كده ما تعمل كده ما تعمل كده، وكان مهتم جدا بأنه نحن نهتم بثقافة الجمهور، إنه الجمهور يكون عارف فن المسرح. دي شيء مهم جدا، يعني في رأيه إنه الناس بيمشوا الكورة لأنهم عارفين قواعد كرة القدم، لكن المسرح لأنهم ما عارفين القواعد ما نقدر يمشوا له. والغنى عارفينه، غنى صوت أداء صوتي عارفينه بيمشوا له، لكن المسرح لأنه فيه قواعد وأصول إذا كان الناس ما عارفينها ما بيقولوا عليه. ولذلك كان يشجعنا بأننا نكتب على المسرح، وكان مواسر هو ذاته كان بيحرر الصفحة الفنية في جريدة النيل، كان كثير الحديث عن الأصول والقواعد والأسس الفنية. ربما تعلمت منه هذا، إننا أنظر إلى العمل الفني كقواعد وأصول وأسس. من الشخصيات التي لا أنساها أبدا واللي كان لها تأثير كبير جدا علي وعلى نظرتي للفن، أستاذنا الشاعر الملحن المطرب عمر البنا عليه رحمة الله. أستاذنا عمر البنا ده كان يجي في دار حزب الأمة يقعد في الركن اللي بيقعد فيه الشعراء، بيجي بدري شوية، فأنا أروح أتونس معه وأنا أحرض إنه يغني. كان كبر صوته ما بساعده، لكن بيوصلك، يقول لي أسمع الغنى ده ما تغني وسواقة، قطعه يعني كل جملة خطها براها عشان الناس يفهموك. يضرب لك مثل، يا نسيم الروض زورني في الماسية وجيب لي الطيب من جناين آسيا ونعيش روحي زي الألم البين. يا نسيم الروض زورني في الماسية وجيب لي الطيب من جناين آسيا ونعيش روحي زي الألم البين. قولك كده يعني يخطك في القواعد بتاعة الغنى. بعدين في أغنية كان يغنيها بصورة رائعة جدا، ما في زول غناها بعدها، أفتكر حاول عبد العزيز محمد داود، وعبد العزيز راجل عنده قدرات، اللي هي يا نسيم الليل، أغنية زول بغنيها ما في دلوقت لأنها برضو خدت لها لحن مختلف جدا، حفظناه منه في ذلك الزمان. يا نسيم الليل للحبيب مني هالكلام، يا نسيم الليل للحبيب مني هالكلام، يا قول له جسمي علي البعد علمني ما الذي يلهاك وانت تعلمني في هواك ملام يا نساي الى اخره. يقول لك حاجات صغيره وانت في تلك السن تتعلم وتعي وتعرف انه ده فن محتاج الى جهد ومحتاج الى معرفه. فن الاداء ده من الناس اللي زرعوه في عقلي وفي قلبي أستاذنا عمر البنا عليه رحمة الله. ومن الناس الذين كان لهم دور كبير جدا في حياتي الأستاذ الممثل الشاعر الدرامي القصاص الكاتب إسماعيل خورشيد. شخصية رائعة جدا، يعني إسماعيل خورشيد ده أي فنان عنده موهبة يتبناه يساعده
يقف معاه يكتب عنه يودي لي إذاعة يسرح إذا عنده أغنية يشيلها يوديها اللجنة يديها مطرب. يعني خورشيد دعم لكل الذين ظهروا في عصره. يعني أنا لما مشيت الإذاعة كان الداعم الأول هو إسماعيل خورشيد وظل يدعمني حتى رحيلي على رحمة الله. أنا لابد أن أذكره وأذكر أفضله علي جد. خورشيد كان راجل عظيم، كان محب للفن والفنانين. ومن الذين لابد أن أذكرهم عثمان علي حسن المخرج بتاع فرقة المسرح السوداني الحديث، واللي كان بيخرج معظم أعمالي في الإذاعة، واللي أطلقت عليه وأنا لقب اللورد عثمان علي حسن وصار عليه. فعثمان علي حسن من أهم مخرجي الإذاعة، من أهم مخرجي التمثيليات، وكان له دور كبير جدا في احتضان العديد من الممثلين والممثلات، وكان داعم لنا لدرجة أنه كان مثلا هو كان مدير سينما برامبل، كان بيدي الممثلين بطاقات دخول مجانية. كل أي فيلم تجي تخش تطلع على البطاقة تخش، أي ممثل يديه بطاقة يختمها له وتمشي، أي فيلم يعجبك تخش ما في غير يسألك، تخش من اللوج، تخش من الدرجة الأولى، تخش من الترسو، ما بقول حاجة. فكان راجل مهم جدا عليه رحمة الله. وكان عاشق لأم كلثوم، كان يوم الخميس الأول من كل شهر يعمل حفلة في بيته عشان نسمع الأغنية الجديدة بتاعة أم كلثوم، وكان يعزمنا يعمل لنا العشاء. والراديو فاخر جدا يجيب الإذاعة المصرية طبعا بعد الساعة 10 تلعلع نسمع عنده أغنيات أم كلثوم. كان من الناس المهمين. أما في الصحافة فناس كثيرين أذكر منهم طبعا أستاذنا قرشي محمد حسن، أستاذنا علي آدم من الخياط الصغير، أستاذنا فتحي حسين علوم عمنا حسين محجوب، أستاذنا يحيى عبد القادر، أستاذنا محمود مصطفى الطاهر، أستاذنا زين العابدين حسين شريف، وبعدين آخرين في عالم الصحافة منهم محمد مكي محمد، ومنهم حسن حواش وعوض عشي وآخرين. دين كلهم كان لهم دور وأسهموا معي أو ساعدوني في خطوات الأولى في عالم الصحافة. كلهم لابد أن أذكرهم وأقول لهم شكرا جزيلا، وذكراكم ستظل أبدا في الذاكرة وفي ذاكرة الزمان. السلام عليكم.